الله. صباح الخير سيد بشير. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اهلي يا ابو غالي. شو لسه ما طلع الخبز؟ لا لسه ما طلع. ايه يعني مطول؟ بده شي ساعة ونص. اوف والله كتير. وينك وين لينعجنوا العجينات وليختمروا؟ مطول اخي مطول. يا حق علي، امبارح نمت جوعان، فكرت عندي خبز طلع ما عندي ولا رغيف. ليك ابو غالي، بيت النار بده شي ساعتين لا يحمى، فاروق غب لك حصة ورجع. لا حبيبي، لا يرايح ولا يجاي، ميطئ هو. انت حر. عيشوا عيش يا ابو بشير بهالنعم انت واهل حالك. والله لخليكم تقولوا اخ شو عملنا بحالنا. يا لطفية يا هدى. صباح الخير ابن عمي. لك يسعد لي الصباح، لك يسلم لي هالوش اللي عم ينقط عسل. حط لك كاسه سفرة ابن عمي. إيه لك كان اوام تاخرت على الدكان. يا على عيني وراسي. صباح الخير ابن عمي. اهلين لطفية، تعالي قعدي بشقيتي. تعالي. شلون البوبو؟ منيح ابن عمي. عم بيرفي؟ ايه شوي. يا رب يا رب تقومي بالسلامة يا رب. لك يلا يا هدى. يا شباب الفروع يا فوق. شو القصة محجوعة عندك؟ فران الحارات اللي مشقيتنا مسكرة بمرزوق. شو الحكي معناتها؟ في عزمة على الخبز ليش ما؟ ما عندهم طحين شو نساوي يعني؟ شو القصة؟ بسيطة بسيطة. أبو بشير ناولني عشر تقصير ما بقدر أعطيك إلا لمشي كل الناس. سيدي الدنيا قايمة قاعدة وصاير أزمة على الخبز. شو هالحكي؟ ليش قامت الحرب يا نوري؟ لا سيدي، بس الفرن تبع حارة أبو النار مسكر وكل الناس جايين عم يشتروا خبزاتهم من حارة الضبع. قولي مصيبة عن جد؟ هلأ الناس راح تفوت ببعضها بدون يفكروا عن جد على الحرب؟ سيدي يمكن تصير حرب بين روسيا وإيطاليا. شو هالحكي؟ نوري وشك عند أبا بشير بتجيب لي 20 رغيف خبز بركي طولت الحرب. روح. حادث. لما روسيا وإيطاليا هنا احنا شو دخلنا؟ اهلين ابو غالب، عنا شايفك. اهلين الزهري. اهلين وحكا، منين جبت الخبزات؟ من حارة الضبع. اوعى تاكل مننا. شو اوعك ما اوعى؟ قصدي الله يصلحك يا ابو الحكم، ليش ما جبتهم من فرن حارتنا؟ يوم ما اشتغل فرن الحاره اللي مشقيتنا متعطل لانه المي مقطوعه والعجان اعطاك عمره. كاني حاسس بطعمه مرار قويه. شو الحكي؟ اي والله يا عقيد. هات دوري لشو؟ ذوق اعطيني رايك. بسم الله. ايه والله فيهم طعمة مرارة كتير قوية يا رجل. روح رجعوا بحكم روح. لك شو رجعوا ما رجعون؟ ما سدد على الله انت اخذتوا الخبزات عم رجعون الان. اما لو يسكروا الفرن غير اليوم. او تكسر السفرة معنا ابو غاليب. لا دخيلك عقيد. ولشو هي دخيلك؟ قصدي طيب بطني كنت ما اكلت عقيد. وامتى اكلت؟ يعني بتقوم من نص ساعة عقيد. ما حلك تجوع؟ لا راحت معي بكره الصبح ان شاء الله بليله. تصطفل عمرك ان شاء الله ما تاكل بتوفر. مد عقيد مد مد ايدك. يا بسم الله. لا تاخذ خبزاتها. بس ليش خبزات ابو بشير ما اكتفينا المره؟ سيدي لانه الفران ما عم يلحق. مع انه واقف بيت النار على الاخير مشان يلحق خبز للعالم اللي واقف على باب الفرن. سيدي موري ما بعرف، حاسس الخبز طعمته غريبه هالمره. سيدي لانه هذا ابو بشير ايده هذا الخبز للحرب بزيك. كل ما بيصير عليه عجقه بيقوم بيطالع الخبز من قفا ايده بشبله شبل. بده عقوبه ما هيك سيدي؟ بدك لا لا يا بني ادم، عم بقول لك الخبز في طعمه غريبه. سيدي والله ماني مستطعم بشي. طبعا ما انك مستطعم بشي، بعمرك ما استطعم ولا كان عندك ذوق اساسا. عفوا سيدي انا ما عندي ذوق بلساني، لانه بزمانه عزمونا على سهره وعشاء وحلو بتعرف هالشغلات يعني، بالاخير ضيفونا شاي، انا شربت كاسه الشاي مالي عرفان انه سخنه مثل النار سيدي، وقام التدع لساني،
من يومها لحد هلا سيدي كل ما باكل او بشرب او اي شيء ما بستطعم ابدا، لا بحلو ولا بحامض ولا بلفان ولا ريان. ولك فهمنا؟ يخرب بيتك شو بتحكي؟ ما هذا قصدي، قصدي انه الخبز طعمته غريبه، مو طبيعي، في شيء مو طبيعي. شو هاد؟ بليلة بلبلوكي، وإذا ما اشتروا من عند أبو غالب ما عاد يلحقوكي. لحق إذا بتلحق. بليلة بليلة بلبلوكي. يا سوعان، بكرة كنتك بدها تولد، مو حلوة؟ شو مو حلوة يا مزكي؟ مو حلوة ما تكون. مين هاي اللي ما تكون؟ مو حلوة ما تكون فريال. شو بها فريال؟ لك ليش وقفتي؟ بدي روح على... بدك تروحي لعند فريال ما هيك؟ لا والله. لعند فوزية؟ لا الآن، لك كمان تنفي. قولي شو صار لي؟ العمر شو صار لك؟ شيخ عصام؟ يا عزيز، في كل واحد غليظ، وبعت لي ألف ليرة انجليز. لحق إذا بتلحق. لحق وين وحاتي؟ جاي جاي. يا نوري يا نوري زفت. نعم سيدي. بتروح بتاخذ دورية كبيرة معك على فرن أب بشير، بتجيب لي لهون فورا. حاضر سيدي. تشحط وشعطة. أمر سيدي. نوري روك يا نوري. ساوي هلا بالبخر، تعرف حالك. شو في نوري؟ شو في أبو حاتم؟ لا تدخل انت، خليه بيقعدك على السلك. حرك ومشي شوف. يلا لك شو صاير هلا بالمخفر؟ بيعرف شو صاير. شو عامل يعني؟ شو عامل؟ قبل ما شخصك عسلك. لا حكيني، قبل ما تاخده على المخفر بدي افهم شو مساوي. قلت لك بالمخفر بيعرف شو مساوي. مشان الله عبد الحاتم، مشان الله دبر لنا اياها. ولا يهمك، امشي انا بدبر. يا ابو شهاب، في عندي شكاوي كثيره عليه، ما بقدر طالعه من الحبس. ايه خلصنا بقى ابو جودات، يسرى. شو يعني خلصنا ابو شهاب؟ يعني في حدا مات شي؟ لا ما حدا مات. حدا تآذى؟ كمان لا. معناتها صغيرة قد ما كبرت. حلا برمي، انت طالعه والباقي عندي. بس يا ابو شهاب كانت صعبة على الناس كتير. لا صعبة ولا شيء ابو جودات، شبنا فادت كل الناس وما ضرت حدا. بعدين الجسم مثل البيت، كل مدة ومدة بده شطفه. ماشي يا ابو حاتم، تكرم يا ابو شهاب، هالمرة رح سامحه، بس مرة تانية ما رح ارحمه. ها تنذكر ما تنعاد، وانت لبقى تفكر فيها كتير، ماتت بأرضها. انت بتأمر ابو شهاب. يا نوري. الله لا يوفقك يا نوري، بهدلتني وشرشحتني، بس دبارك عندي. طيب ليش هيك صار معك يا ابو بشير؟ والله ما بعرف يا ابو قاسم،
دائما خبزاتي اطيب خبزات بالحاره، بس شو يطلع فيهم طعمه مرار؟ لك انا ماني مصدق. بشير، لا تكون المي اللي حاططها عكري او وسخه. شو هالحكي يا ابو حاتم؟ المي اللي عم نشرب منها كلياتنا بالحاره عم بعجب منها، شو عدا ما بدا هالمره؟ لكن ليش هيك صار لك ابو بشير؟ ليش كل من اكل من خبزاتك تأذى؟ ليش؟ ما بعرف يا ابو شاب، ما بعرف.